رسلي بأبي وأبي أمي وبأجل. إن شاء الله نتمنى كل أحد يتمنى يحفظ القرآن، ربي يسجله إن شاء الله ويوفقه ويسر له حفظ القرآن بإذن الله يا رب العالمين. هذا الدعاء لجميع أولادنا وبناتنا إن شاء الله يا رب. نشكركم نشكركم بفضل كبير كبير الشكر ربي سبحانه. يحظى بتكريم سيد ولي ولايه الجفاء سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي. هكذا اتينا الى ختام نشاطنا. عبد الرحمن راسك تاخذ توصل عبد الرحمن قاعد تصور لي ادعو صاحب المرتبه الثانيه في فارس مسابقه فارس الانشاد الولائيه. يا أساتذة الله يحفظكم. الله ناصر الطالب جنيدي عبد الباسط. ختام التكريمات لهاته أدعو الطالبة عمران فاطمة الزهراء الفائزة من تناول يعني بهذه المناسبة السعيدة عيد علينا وعار علينا أن ننسى هؤلاء المؤمنين حقا، فهم مهندسي النظافة وهم سفراء هذه البلدة الطاهرة. ليدخل المدينة زائرها من بعيد وقريب ويلقى المدينة نظيفة.